الدبارة. الساعة الآن 12:00 ظهرا. الوقت هنا ليس وقت العمل. في مجلس نواب الأمة الأبواب موصدة والعطلة دائمة. مش موجود. حسن التمثيل بحسن الإداء. موضوعين مانوا عليها ببعضهم، اثنينتهم لازم يتطوروا. وبالتالي هلا عم نحكي أكثر بحسن الإداء. وبدعيك يعني بتقريرك ما تخلط اثنين ومانوا عليها ببعضهم فعلا. رغم تمني سعادة النائب فلا مفر من المقارنة. ماذا يفعل نوابنا؟ المكان هادئ ومستلزمات العمل كلها مؤمنة. إضافة إلى ذلك لنوابنا مبنيين وليس مبنى واحد. فماذا إذن يفعل نوابنا؟ نائب منتخب تيعبر عن حاجات ومخاوف وكل ما يريد هذا الشعب اللي انتخبه من سنة 2005 لليوم. يعني تقريبا بثمان سنين انعقد مجلس نواب بجلسة واحدة للمناقشة العامة. ما بعتبكم مغلط إذا من اللي فعلا متخصصين بالعمل التشريعي برأيي ما بيتجاوز 15 نائب. إذا في ناس مقصرين أو إذا في شكوى من إداء هذا المجلس النيابي لا يعني عدم إعطاء من يستحق حقوقه الكاملة في النيابة. بناء عليه أقرت اللجان النيابية المشتركة زيادة 6 نواب على المجلس النيابي، 3 للأقليات المسيحية في مقابل نائب عن كل من المذاهب السنية والشيعية والدرزية. فنحن نعتبر هذا انتصار لنضال طويل لإحقاق هذه الحقوق. ولكن ما الحاجة إلى النواب 6 الجدد فيما العشرات عاطلين من العمل؟ زيادة عدد النواب كما زيادة عدد النساء بمجلس النواب وإلى تمثيل قطاعات المختلفة لمجلس النواب. اليوم إذا صارت منتدى طائفي شو بيستفيد السنة اللي زاد نائب ولا الشيعة ولا الدرزي؟ بس بيستفيدوا الأقليات لأنه بيعتبروا في أقلية أخرى ممثلة في حين أنه هن هودي الأقليات غير ممثلين. حبيب يؤكد التمثيل الطائفي الآن، أما إلغاء الطائفية ففي وقته. هل يتحمل لبنان 134؟ نحن مش عم نطب يعني مش لكرمان عم ينزل 108 ويرجع يزيدوا 2. سؤال أخي حضرتك ماشي حالك. لا مش هذا السؤال. ليس نحن لا نناضل من أجل أشياء شخصية. نحن نتكلم بالمبدأ. 134 أصبح عدد نوابنا، لكن وللمفارقة 134 هو مرتبة لبنان في مكافحة الفساد عالميا. 134 نائبا والرقم مرشح للارتفاع. 134 في مكافحة الفساد والرقم مرشح للارتفاع أيضا. جاد غصن، قناة الجديد.